تواصلنا مستمر مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، نذكر بانطلاقة الرموز في الفترة المسائية، مجسمات هجن الرياسة وتسعيرتها المرافقة لهذا المهرجان، التسعيرة التاسعة، وايضا هناك السيارات الفاخرة وضعت ضمن هذا الانطلاق الرائع وضمن مهرجان المنطقة الغربية. هنا ننطلق بمدينة زايد وياتي هذا المهرجان تحت الرعاية الكريمة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية. إذا الساعة الثانية والنصف من ظهيرة هذا اليوم هو الموعد مع انطلاقة أشواط الرموز والتنافس القوي والتحدي المثير. أشواطنا متواصلة وعشرون شوطا توزعت ما بين الأبكار والجعدان اللقاية في فترتنا الصباحية. التواصل يستمر مشاهدينا الكرام مع انطلاقة شوطنا العاشر للأبكار لسن اللقاية، مسافتنا المعتادة 5 كيلومتر. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، من تسيطر بالمقدمة في هذا المسار والانطلاق. الشحانية تعود الملكية لمحمد بن عنتر بن كردي بن منخس المري، هو من يسيطر بمقدمة الشوط وبالمركز الأول. المركز الثاني الشاهينية عبد الله بن محمد بن نعيف العامري، هو ينطلق في ثاني المراكز بالشاهينية في هذا المسار والانطلاق إلى هذا الشوط. ثالث المراكز انتقل مباشرة وحان دوره مشاهدين الكرام الهراهية سيف بن عبيد بن غنام المزروعي، من تنطلق مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول وتقدم هنا من لبقة جراح بن سالم بن سلطان مشاهدين الكرام في رابع المراكز، وفي خامس المراكز وصلت وشاح محمد بن راشد بن الخصوني الاكتبي مع المركز الخامس. الدور المركز السادس وصول وانطلاق مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات من تصل ابراق او اللي هي اليام بخيت بن سعيد بن عيسى الفلاحي اذا كانت تحمل الرقم 3 مشاهدينا الكرام، او اذن مشاهدينا الكرام لابراق سالم بن حمود بن حمد الهاشمي، وايضا وصول وانطلاق هنا من العنود خليفه بن محمد بن عبد الله بن عاضد المهيري، وايضا نرى التقدم هنا والوصول والانطلاق من ندى محمد بن عبد الله بن احمد الظاهري من الجانب الاخر. انطلاق مميز من بنت الطاهر محمد بن مساعد بن خالد المنصوري. هكذا الندى الاول لهذا الشوط لهذا المسار اكتمل مشاهدينا الكرام. نعود مع البدايه، نعود مع المقدمه مع المركز الاول، من تسيطر بمقدمه الشوط. الشحانيه هي في مقدمه الشوط ومع المركز الاول محمد بن عنتر بن كردي بن منخس المري مع القياده والصداره، ما زالت مسيطره بمقدمه الشوط. ترافق مشاهدينا الكرام الشحانيه مع البدايه، هنا من تاتي الشاهنيه عبد الله بن محمد بن نعيف العامري مع المركز الثاني. المركز الثالث وصلت وشاح محمد بن راشد الخصواني الاكتبي مشاهدينا الكرام مع المركز الثالث في هذا المسار. رابع المراكز وصول وتقدم من العنود خليفه بن محمد بن عبد الله بن عاضد المهيري مع المركز الرابع، وفي خامس المراكز التقدم من ندى محمد بن عبد الله بن احمد الظاهري مع المركز الخامس. المركز السادس وصول مشاهدينا الكرام وانطلاق هنا. وصول مشاهدينا الكرام وتقدم في هذه اللحظات من ابراق سالم بن حمود بن حمد الهاشمي. يا سلام. المركز السادس انطلاق مميز من لبقة جراح بن سالم بن سلطان الاكتبي، وايضا الوصول من مستحيله سيل بن سالم بن حمرور العامر. الكل بدي ينطلق، الكل بدي يتوجه، الكل يبي الفوز والناموس. يا سلام يا سلام، الانطلاق وين؟ الصدارة وين؟ المقدمة والصدارة ومقدمة الشوط والمركز الأول. الشحانية ما زالت في مقدمة الشوط. في المركز الأول محمد بن عنتر بن كردي بن منخس المري مع المقدمة مع المركز الأول ما زال يسيطر، ولكن الشاهينية عبد الله بن محمد بن عيف العامري من تغير على الصدارة. المركز الثاني
الثالث وصول هنا والعنود خليفة بن حمد بن عبد الله بن عابد المهيري مع المركز الثالث وفي رابع المراكز وصل هنا وانطلق محمد بن عبد الله بن احمد الظاهري اللي هي ندى الكل بدي ينطلق المركز الخامس يا سلام انطلاق من ريام خيد بن سعيد بن عيسى الفلاحي مع المركز الرابع والخامس المركز السادس وصول من مصيح محمد بن سالم بن محمد اليديلي الكل بدي يتوجه الكل بدي ينطلق الطموح الفوز والناموس والكيلو متر الاخير ما تبقى الا القليل يا هل اللقاء يا سلام نعود مع البداية نعود مع الشاهينية عبد الله بن محمد بن عيف العامري ما زال مسيطر بن عيف مع البداية مع المقدمة ولكن كوكب ثلاثية قوي انطلاق هجوم سريع العنود خليفة بن محمد بن عبد الله بن عاضد المهيري وأيضا يصل هنا ندى محمد بن عبد الله بن أحمد الظاهري يترى لمن الفوز لمن الناموس القادم أحلى وصول وانطلاق هنا مميز مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات في هذا المسار هنا من تتقدم الفائزة أحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي ما يبنى لها طاري إلا في هذا الموقع نعود مع الانطلاق نعود مع الانطلاق الأول المسار الأول يا سلام يا سلام العنود خليفة بن محمد بن عاضد المهيري ما زال مسيطر ولكن أريام 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 خيط بن سعيد بن عيسى الفلاحي مع المركز الثاني من الجانب الآخر يا مشاهد يا متابع هنا أراقب يا سلام الشحني محمد بن عنتر بن كردي بن منخس المر يا سلام لمن الفوز لمن الانتصار القدوم هنا مصيح محمد مسالم بن محمد اليديلي وصل اليديلي في الأمتار الأخيرة والسلامات لهالي السلطنة والسلامات لهالي ميدان الزهر بنقول مشكور يا اليديلي على هذا الإبداع على هذا الفوز والانتصار تهانينا لمحمد بن سالم بن محمد اليديلي المركز الثاني أبراك سالم بن حمود بن حمد الهاشمي المركز الثالث مشاهدينا الكرام اللي هي الشحاني محمد بن عنتر بن كردي بن منخس المري المركز الرابع وصول العنود خليفة بن محمد بن عبد الله بن عاضد المهيري المركز الخامس ندى محمد بن عبد الله بن احمد الظهري تهانينا والناموس ولكن مشاهدينا الكرام هاي امامكم الاعاده شكرا للمخرج اسامه الهواري هاي امامكم مشاهدينا الكرام 7:56 خمسة من الأجزاء تهانينا والناموس لمالك مصيح محمد بن سالم بن محمد اليديلي المركز الثاني مشاهدينا الكرام المركز الثاني اتضحت الرؤية هنا اللي هي شحانية محمد بن عنتر من كردي من منخس المري 7:56 تسعة من الأجزاء تهانينا والناموس لك يا بن منخس على هذا الفوز والانتصار المركز الثالث وصول مشاهدينا الكرام 7:57 وفاء وتماما تهانينا لمالك ريام خيط بن سعيد بن عيسى الفلاحي على هذا الفوز والانتصار